معرفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا أمي برد رقم معرفة طبي خمبر بجن يعني أم شوبي خمبر نصبك. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. أو محمد كري عبد الله كري عبد المطلب. ابن هاشم. كري هاشمة. وهاشم من قريش. هاشم مش قريشية. وقريش من العرب. قريش عربة. والعرب من ذرية إسماعيل. عرب إز ذرية إسماعيل. ابن إبراهيم. كر إبراهيم. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بيرجي بخبره قشكرا عليه الصلاة والسلام بها. له من العمر 63 سنة. أي 66 صال عمر كريا. منها 40 قبل النبوة. 40 صال بري بخبرتي بيه. و23 نبيا ورسولا. 66 صال يجي بخبرتي كريا. هو نبي ورسول. أو هم بخمبرة هم جي الرسول خضية. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق. آياتا إل يك هاتيا برب بخمبري ما صلى الله عليه وسلم أو آياتا هجا شيخان اقرأ باسم ربك الذي خلق بخونا نبي رب عالمي ببخونا. وأول ما نزل عليه وهو رسول يا أيها المدثر. يا إل يرى هاتيا وقتك جي أو الرسول بيا أو يا أيها المدرس المدثر سورة مدثر. نعم بعث عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين الجن والإنس. بخمبر ما صلى الله عليه وسلم هر هم جنارة هم إنسانارة بخمبرتي هونية. ما معنى هذا؟ معنى بيه أن لا يمكن لأحد أن يتخلف عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى بيه أواكي تكهز الشريعة بخمبر من نكرة بالرابع. فاليهود والنصارى الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمننا الآن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به فهم كفار كفرا أكبر. سويش أم قريب زنفن يهود يا دا خريستيان كيجان هذا كيجان إنسان هذا دعوة بخمبري ما ديني بخمبري ما جيش توان وانا قبول نكر أو ندكرنا كفري مازن داد بنا كافر دا. إلى ماذا يدعو عليه الصلاة والسلام؟ بخمبري ما صلى الله عليه وسلم قاضي شدك يدعو للتوحيد. قاضي توحيدك وينذر ويحذر عن الشرك. قاضي دك بقش توحيدك بيشتر شيركي را يساقي دايدنا نراستي دايدنا. هذا الدين ولله الحمد كمل. هذا الدين كاملة لا يمكن لأحد أن يبتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم. تكاس نكرة تشتكي تهزا تخديني في خمبري ما ليس لنا إلا الاتباع. مرة تاني مايكي أن بيوي ديني هرن. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. بخمبري ما صلى الله عليه وسلم هجرته خو مكة دا هل ذكر مدينة دا ومات بالمدينة عليه الصلاة والسلام. مدينة جي وفاتكر عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به. بخمبري ما صلى الله عليه وسلم تشتكي سنة يشتكي كي إنسان بيدكارا هرا بجيجا ربي عالمي دا هر عبادتك لازم بو ربي بخمبري ما ربي عالمي دا مرا جيشتاندن. ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه. فتشتكي ما إجماع دوري رب عالمك أو تشتانيشت هر تشتيرا مرا جوجو أبا باكية أبا جي بيسية. أسأل الله سبحانه وتعالى نجمعنا به عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. أن بو رب عالمي دغازن كي رب عالمي ما بابي خمبري ما في جنة فردوس دا بينا آراكي دا.